طيب احنا لسه بنتكلم عن النادي الاهلي، وخليني اقول لكم انه هناك بيان اصدره النادي الاهلي بعد تاكد تاهل النادي الاهلي الى المباراه النهائيه. هذا البيان هو قدام حضراتكم على الشاشه، اعتقد ده لسه نازل يا شباب، لسه نازل بعد المباراه مباشره زي ما زميلنا عمرو ثروت بياكد لي اهو. اجتماع طارئ لمجلس اداره النادي الاهلي غدا، قال لك يعقد مجلس اداره النادي الاهلي اجتماعا طارئا عصر غد برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وذلك لمناقشة ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد القرار غير العادل الذي صدر متأخرا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإسناد تنظيم المباراة النهائية الملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي المباراة النهائية فرصة اللعب على ملعبه ووسط جماهيرية على حساب الطرف الآخر. ويستعرض المجلس في اجتماعه كافة الخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية، ويقوم باتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الأهلي الأدبية والفنية. الأهلي مستمر في بحثه عن حقوق نادي، مجلس إدارة النادي الأهلي مستمر في هذا الأمر تاني وتالت ورابع، وده طبيعي أنه الأهلي يكون مستمر وتاني وتالت ورابع. محدش يجي يقول اصل ده ممكن يأثر على اللعيبة، اللعيبة عارفين في الآخر إن هم هيلعبوا نهائي. النهائي ده مش هيبقى سهل، النهائي ده هيتلعب في المغرب، هيتلعب في أرض محايدة، هيتلعب في القاهرة، هيتلعب في أي حتة في أي مكان، النهائي ده مش سهل، اللعيبة بتجهز نفسها وفقًا للخطة ووفقًا للخصم اللي هيلعبوه اللي هم عارفين هو مين، وبالتالي الموضوع يعني يا الحقيقة يعني بس مش عايز أكون بتكلم فيه كتير يعني، لكن طبيعي ان اداره النادي الاهلي تتحرك كده. واتخيل يعني انه كان اداره النادي الاهلي سيعني تنال من اللوم الكتير جدا جدا لو انها ما كانتش اتخذت الطريق ده. اداره شيء والتدريب شيء، وكل واحد بيمشي في الاتجاه بتاعه، الفريق موجود ومقفول عليه واكم من حاجات كتير جدا جدا، الفريق الكوره بيكمل في النادي الاهلي والدنيا بتبقى ماشيه زي ما احنا ما بنشوف.